الأخبار التالية. كل التوفيق طبعا لمنتخبنا الوطني لكرة اليد. طيب خلينا نروح نشوف، بما اننا كنا بنتكلم عن استعدادات مصر في لتنظيم كأس الأمم الأفريقية. طيب الأول قبل ما نروح للتقرير ناخد السفير أيمن مشرفة سفير مصر في الجزائر. سيد السفير ازاي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك واهلا بالساده المشاهدين كلهم. اخبار حضرتك؟ انت عندك برد يا فندم ولا ايه؟ الف سلامه. الحقيقه الاجواء هنا بارده شويه بالليل، يعني درجه الحراره بتقترب من الصفر، والصبح متوسطه 11 درجه. يعني ربنا يعينكم يا فندم، ودايما السفاره المصريه واجهه مشرفه لكل المصريين الحقيقه يا فندم. والحقيقه فريق الاهلي دائما سفير مشرف لمصر عربيا وافريقيا. طب اخبار الفريق ايه يا فندم؟ انا عارف ان كان في استقبال رائع الحقيقه بين السفاره هناك والامور الحمد لله ماشيه بشكل جيد. لو حضرتك تقدر تقول لنا الاجواء، الاخبار، الصحافه بتقول ايه هناك؟ هل النادي الاهلي يستطيع ان يفوز في هذه المباراه ولا لا؟ نطمن الجمهور شويه. بلا شك طبعا ده واجبنا ان احنا نستقبل فريق الاهلي وكل الفرق المصريه، فاحنا نعتبر الرياضه هي القوه الناعمه لمصر. فلذلك المجال الرياضي هو مجال جيد بين مصر والجزائر. نعم. كرويا وغير كرويا، الفرق الرياضيه دائما وجودها في الجزائر والفرق الجزائريه زيارتها لمصر لا تنقطع. بالعكس في الصحافه المحليه بترحيب بوجود الاهلي في الجزائر، وده مش اول مره، يعني دايما الاهلي فريق ايزي كونتينيوس جيست على الاراضي الجزائريه هنا. نعم. باعتباره من الانديه العريقه على المستوى السيتي، وان شاء الله نتمنى انه اللي يلعب احسن هو اللي يفوز، لان الكره دائما مستديره والنصر هنا وهناك، ونتمنى الاهلي ان شاء الله كل جماهيره التوفيق. ونتمنى طبعا ان الماتش يتم في سياقه بالروح الرياضيه والتنافس الشريف. سيد سفير، الفريق الجزائري شبيبه الثوره، احنا بنقوله صح كده؟ شبيبه الثوره ولا هو له طيب هل الفريق ده فندم له جماهيريه كبيره في الجزائر ولا يعني حضرتك طمنا شويه؟ لا هو طبعا انت عارف ان الكره تعتبر الرياضه الاولى بالنسبه للجزائريين. طبعا. وهم من الشعوب المحبه لكره القدم مثل الشعب المصري. نعم. وطبعا كل هناك كل فريق له جمهوره وله طقوسه في كل منطقه، فمدينه بشار تقع في جنوب الجزائر. ونتمنى ان شاء الله من المباراه تتم زي ما اقول لك في اجواء سليمه واجواء رياضيه. لكن ما فيش اي مشاكل ان شاء الله. الامور ستسير في مجراها الطبيعي، والسفاره قامت بكل الاجراءات من اطار اتحاد الكره الجزائري، والاهلي هيسافر ان شاء الله، او سافر بالفعل النهارده بالليل، والماتش هيتم في موعده، يعني ما فيش اي مشاكل على الاطلاق. كل شيء يسير حسب الخطه الموضوعه له وحسب الاتفاق ما بين الناديين. هي كانت المشكله الوحيده بس في الطياره في طياره العوده، وتم حلها بالتعاون مع اتحاد الكره الجزائري والدوري الجزائري. يعني انا بشكر حضرتك فندم، شكرا جزيلا السفير ايمن مشرفه سفير مصر في الجزائر، بيطمننا الحقيقه على ما حدث.